معي من برشلونة عبر الهاتف حسين الناجي الكاتب الصحفي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد حسين. كيف تابعت هذه النتائج؟ إلى أي درجة كانت متوقعة؟ هل فعلا اليوم وحدة إسبانيا باتت على المحك؟ أكيد وحدة إسبانيا باتت على المحك بعد النتائج وتصويت الكاتالان على للأحزاب الانفصالية. أكيد ينتظر منهم أن يصوتوا مرة أخرى على الانفصال، لذلك النتائج كانت سلبية بالنسبة لإسبانيا وبالنسبة للكتالان هي إيجابية. ننتظر منهم أي الأحزاب الفائزة بالانتخابات أن يطرحوا برنامجهم. لحد الآن لم يكن لديهم أي برنامج. ننتظر منهم أن يطرحوا برنامجهم ورؤيتهم لمستقبل كتالونيا، خصوصا بعد طلب الرئيس المقال اللقاء برئيس الوزراء الإسباني خارج إسبانيا. طيب، ما الذي يمكن أن يؤثر في الآتي، في التصويت الجديد، في المرحلة القادمة؟ ما الذي يمكن أن يغير المعادلة؟ يغير المعادلة هو أنه الأحزاب الكتالانية الفائزة تنظر إلى مصلحة المواطن الكتالاني، بحيث لو طالبت هذه الأحزاب بالانفصال عن إسبانيا والاستقلال سوف ترجع الحكومة الإسبانية بقيادة ماريانو راخوي باستعمال المادة 155 وتكون أشد من السابق، حيث كانت استعمالها السابق كان تعليق جزئي للإقليم. ممكن يضطر رئيس الوزراء الإسباني إلى استخدام المادة 155 بأكثر بحدية أكثر، وممكن أن يعلق الإقليم كليا. لذلك عليهم أن ينتبهوا لهذا الموضوع أكثر من الانفصال. طيب، ما الذي يحدث هناك سيد حسين، إن كان في أوروبا، إما تحدثنا عن بريطانيا، إما تحدثنا هذه المرة عن هذا الموضوع، كيف هل يؤثر فينا وكيف نحن كعرب في المنطقة العربية؟ بالحقيقة النظام الأوروبي يختلف كليا عن النظام العربي. النظام العربي هو نظام يتخذ من الرؤساء هم الحاكمون، لكن أوروبا القانون هو صحيح. لا نعم، لا أقصد بأنه يحدث نفس ما يحدث هناك، ولكن هل نحن مرتبطون بهذا الموضوع بطريقة أو بأخرى؟ أكيد التغيرات التي حدثت في ما يسمى بالربيع العربي كانت لها آثار في أوروبا، حيث أن مثلا كاتالونيا بالذات، وخصوصا أنا منذ 10 سنوات منذ 10 سنوات تعيش هناك، أعتقد هذا ما قلته. الصوت يتقطع، على أي حال أنا أشكرك، يعني كانت المعلومات كافية على الأقل. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من برشلونة، سيد حسين الناجي الكاتب الصحفي.